ويجي على الفونز مثلا، واحد تليفونه زاد مثلا الراجل يعني مثلا محمد حسن ده عنده تليفونات كتير قوي، سيبك منه ده. خلينا مثلا في مين؟ في رقم 4 احمد منعم. ده احمد منعم عنده 011 وعنده 010 وعنده 015 بس، عايزين نضيف في الحوار رقم تليفون. ماشي، المره دي هنا بقى دي اري، نفس فكره بالظبط الديبندنت دي اري، نفس فكره بالظبط الجوب هيستوري دي اري، كلهم بيتعاملوا بامر واحد، فاهم؟ كلهم بيتعاملوا معايا بفانكشن واحد، فانكشن واحده غير الفانكشنز اللي هي اللي احنا اتعلمناها، اللي هي حاجه اسمها جيسون اندرسكور اري ابند. اري ابند، تمام؟ جيسون اري ابند يعني ابند يعني الحق بي او اضيف الى، يعني اضيف الى الموجود. ماشي، اضيف الى الايه؟ الى الموجود، تمام؟ انا عايز اضيف حاجه على الموجود ذات نفسه، هتعتبر بالنسبه لي هي جمله ايه؟ هي جمله تضيف. نقول بسم الله، نقول مثلا ايه؟ ابديت الام. ماشي، عايز اعمل عمليه تعليم الام، ابديت عادي جدا، ابديت سيت. ماشي، عادي جدا. ممكن اقول له وير وير ايه؟ ممكن اقول له وير الاي دي بيساوي، هو الاي دي بتاع احنا عايزين نضيف له مين هو اللي عايزين نضيف له؟ ده منعم 4، كان وير الاي دي بيساوي 4. ماشي كده، هيروح يعدل بس الريكورد بتاع مين؟ بتاع رقم 4 اللي هو احمد عبد المنعم. طيب ايه اللي انا عايز اعدله؟ هقول له انا عايز اعدل الديتيلز، وين ان الفيلد بتاع الديتيلز بيساوي وهو ايه؟ خد بالك الخوف كله عندنا ان احنا نعمل ايه؟ ان الجيسون ده بتاع منعم في بلاوي جوه، مش عايز اجي جنبيها، اللي هو النيم والسالري والجندر، مش عايز اجي جنب دول. انا عايز وممكن يكون في حاجات تانيه كتير، انا عايز بس اد على الفون بس من كل الجيسون اللي ايه؟ من كل الجيسون اللي موجود، صح كده؟ مش كده عايزين نوصله؟ طيب فاقول له الديتيلز، اقول له بتساوي، اقول له روح على الجيسون الري ابند، انا عايز ابند على الري، واقوم قايل له الاول لازم الاول بتاخد الفيلد ذات نفسه اللي هو الديتيلز، تمام؟ كوما حدد بقى الايه؟ الاري اللي انا عايز ابند فيها. الاري اللي عايز ابند فيها بحددها ازاي؟ بعلامه دولار ساين دوت فون عادي جدا زي ما كنا اخدنا، تمام كده؟ وبعد كده اقول له كوما وميل له 12 مش عارف كام 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 مثلا. وبالطريقه دي ادي جيسون اري ابند، اديته اسم الفيلد، بعد كده إيه اسم، اسف، الفيلد الاصلي اللي هو برضه اللي هو برضه. بعد كده قلت له اسم الاري الجيسون او الجيسون بروبرتي اللي انا عايز اغيرها، اللي هي الجيسون اري اللي انا عايز اغيرها. وبعد كده انت مديله الايه؟ انت مديله رقم التليفون، تمام؟ خدت كده نجرب كابي ونجيب جايين هنا عاملين تيست جوم، قال لي في وان رو ايه؟ افكتد اهو. قلت له طب وديني كده على الام رقم 4 اهو، ادي الرقم الجديد اللي احنا ضفناه اللي هو 012، صح ولا ايه؟ وصل؟ هتجيبوا على ايه؟ ولا خد النت قطع؟ الله ينور يا دكتور، الله ينور يا دكتور. لا تمام يا دكتور. طبعا دي انا بكلمك في اري، وانا انت بتعدل الاسم بتاعه، ده السهل انك تقدر تقول له يبقى ابند كده، بتقوم بمقام عمليه الانسيرت، بس هي عشان تتنفذ لازم نشتغل بالابديت سيكوال فانكشن او سيكوال. هي بتعدل على جيسون موجود، عشان كده احنا بنعدل على جيسون موجود فاعتبرناه جمله ابديت. ايوه ايوه مظبوط كده. لكن هي كفانكشن اري هي بتعمل ابند او بتعمل انسيرت يعني في الاري بتاعت الجيسون. بالظبط، بتابند الاري بتاعت الجيسون. تمام تمام كده. طبعا بنفس الاسلوب انت ممكن تابند بقى اوبجكتس وقصه زي نفس الفكره دي بالظبط، مفيش غيرها، هي الفكره بسيطه يعني مفيهاش مشكله يعني. تمام دي حاجه. بيتهيألي كده احنا غطينا اللي احنا عايزين نقوله بالتفصيل، اذا ما كانش يعني
نسينا حاجة خلاص يعني. احنا طبعا الحاجات دي يعني بحور ما بتنتهيش، فاهمني؟ وفعلا بالذات حتى انا عارف ان موضوع الجيسون مع الداتابيز والكلام ده كله، حتى لو حد فيكم بيدور هيلاقي المعلومات قليلة قوي في موضوع الجيسون، لانه طبعا هو موضوع حديث، والناس مع الماي سيكوال بتتعامل معاها كانها هي الداتابيز اللي هي القديمة الجميلة اللي هم متعودين عليها دي، ما بيتعاملوش مع اي تفاصيل جديده حصلت. بس طبعا دي انا بالنسبه لي مش تفصيله صغيره، دي طفره حصلت، فاهميني؟ دي طفره حصلت مش حاجه بسيطه، لازم نكون فاهمين يعني ايه طفره حصلت، تمام؟ بس فهمت انا؟ ممكن بس جيسون ريموف، جيسون ريموف ده ممكن لو انت عايز يعني لو احنا مثلا الاريه عايزين نشيل منها، فاهميني؟ لو احنا عايزين نشيل من الريل، فاهمين الفكره؟ ايوه يا حاجه دكتور. اسمها جيسون اندر سكور ريموف، والجيسون ريموف بتديله القيمه اللي انت عايز تشتغل عليها كلها، وبعدين بتبدا تديله الايه القيمه اللي انت عايز تمسحها، فيبدا يمسحها بشكل مباشر. طبعا وتقدر تتعامل مع المالتيبل اريز. بصراحه الموضوع مش هي يعني مش هينتهي، لكن انا عايز انوه عن حاجه صغيره جدا يعني اهم من انت كده اخدت تفاصيل كويسه في الجينسون، انا متاكد من ده.